السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا مع بعضياتنا الياغورت المنزلي او الزبادي. غادي نحضروه في البيت بدون اله وايضا بمقادير جد سهلين وبسيطين. غادي نقدموه كتحليه. كنتمنى تعجبكم الحلقه ديال اليوم، واذا عجبتكم الحلقه ما تنساوش تشتركوا بالقناه باش تدعموها وضغطوا على زر الجرس باش كيوصلكم الجديد كل اسبوع ان شاء الله. فرجه ممتعه. غادي نحتاجو في المقادير واحد ياغورت بنكهة الفاني، واحد كأس من السكر، واحد لتر من الحليب، أربعة معالق كبار من الحليب البودرة، والقليل من الفانيليا. أول حاجة غادي نعملو نصف إطرد الحليب يسخن، ونصف إطرد الحليب الآخر غادي نخليوه بارد. في هذاك الحليب البارد غادي نخلطو الياغورت والسكر والقليل من الفانيليا والحليب البودرة. والحليب البودرة راه مهم في هاد الوصفة هذه، لأنه هو اللي كيساعد أن الياغورت يجي عاقد أو متماسك. غادي نخلطو مزيان باش ما يبقاولناش ديك الحبيبات. كيف ما كتلاحظوا هنايا الحليب من بعد ما سخن غادي نضيفه على هذا الخليط الاول، ونرجع نخلط مره اخرى. نخلطه مزيان، ومن بعد غادي نمروا نفرغوه في الكؤوس. انا فرغته هنا في هذا الكاس هذا باش يجيني ساهل، ودابا غادي نفرغوه في الكؤوس. ودابا غادي نمروا نوضعوا الكؤوس في طنجرة ديال الضغط. ضروري من طنجرة الضغط اللي وضعت فيها الماء ساخن، يعني الماء سخون، والماء خصو يوصل دائما النصف ديال الكأس. غادي نوضعوا الكؤوس ديالنا ونغلقوا عليها، او نسدوا الطنجره ديالنا، نسدوها مزيان. وغادي نغطيها بواحد المنطا باش تبقى سخونه، وغادي نخليها 8 سوايع. ومن بعد ما مرت 8 سوايع الياغورت ديالنا راه اصبح جاهز واجد. كما لاحظتوا تكون واحد شويه د الماء الفوق من الوجه ديال الياغورت، ماشي مشكل، غادي نحيدوه. يعني نحيدوه بلا خوف، راه ما كيطيحش الياغورت، راه جد متماسك. هاد الوصفه هذه كيف ما لاحظتوا راه جد سهله وبسيطه، ما كتحتاجش وقت كثير في التوجد ديالها. يمكن لكم تقدموها ببعض الفواكه الموسميه بحال هذه، قطعتها قطع صغيره. يمكن لكم ايضا ترافقوها مع الفواكه الجافه او القليل من العسل، او يمكن لكم تناولوه عادي بدون اي اضافات. كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه ديال اليوم، وتشتركوا بالقناه باش تدعموها وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد كل اسبوع ان شاء الله. وشكرا.